أعلن مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني طرح مبادرة تبدأ بوقف القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، وقال في رسالة إلى الدعم السريع إن دواعي الحرب المعلنة من طرفكم طغت عليها سلسلة الجرائم والانتهاكات عدا عن احتلال المؤسسات الحكومية، مطالبا قيادة القوات بكف يدها عن المواطنين والمواطنات بحسب تعبيره. فإن دواعي الحرب المعلنة من طرفكم من بناء دولة الديمقراطية ومحاربة الإسلاميين وإنهاء حكم دولة 56 كلها طغت عليها سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتموها من قتل واغتصاب وتهجير واحتلال بيوت ونحب ممتلكات المواطنين واحتلال المؤسسات الخدمية، وهذه الجرائم جعلت بينكم وبين الشعب السوداني قوة كبيرة. ومن جهة أخرى دعا عقار الأمم المتحدة إلى الاستماع لمطالب السودان دون فرض شخصيات غير مرغوب بها، مطالبا بتغيير رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى السودان. وهنا أدعو الأمين العام للأمم المتحدة للاستماع إلى مطالب السودان كدولة عضو دون فرض شخصيات غير مرغوب فيها للاستمرار في التدخل في الشأن السوداني كما حدث مع رئيس بعثتكم إلى السودان. إن السودان وحكومته ليس ضد الأمم المتحدة ولا البعثة التي هي من آلياتكم، وتحفظنا فقط على طريقة عمل مندوبكم. هذا وأفاد مراسل العربي باشتعال الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم وشرقها. من ود مدني معنا مراسلنا أحمد ضو البيت. أحمد أهلا بك معنا. إذن الرد جاء سريعا من قوات الدعم السريع على مالك عقار برفض المبادرة لأنه أصلا لا يعترف بمالك عقار. هذا ما يجعل الأوضاع الميدانية أكثر سوءا، واليوم تجددت الاشتباكات واشتدت حدتها في جنوب وشرق الخرطوم. ماذا لديك من تفاصيل ميدانية؟ نعم، بكل تأكيد طبعا الاشتباكات ما زالت متواصلة في الخرطوم، لن تتوقف هذه الاشتباكات، وإن كانت بيوم أمس كانت إلى درجة ما نستطيع أن نقول أنها كانت متقطعة، ولكن اليوم كانت الاشتباكات عنيفة جدا في شرق وجنوب الخرطوم خاصة في مناطق العلفون. في هذه المنطقة اشتباكات عنيفة جدا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، كذلك هنالك قصف واسع جدا لكل الأحياء الجنوبية للخرطوم، وهذه هي المناطق التي تتمدد وتتموضع فيها قوات الدعم السريع. سلاح الطيران الحربي قام بعمليات قصف واسعة جدا من جنوب الخرطوم من أحياء الأزهري وحتى الناحية الشرقية لمدينة جياد الصناعية، وهذه المنطقة هي المنطقة التي تتحدث فيها قوات الدعم السريع عن أنها ستقوم بمهاجمة ولاية الجزيرة من الناحية الشمالية. اليوم الاشتباكات تبدو أنها بلغت أشدها في هذه المناطق خاصة وأن الطيران الحربي ما زال يحلق في هذه المنطقة بكثافة، وإن كانت أن هنالك هدوء نسبي في مثلا في مدينة أمدرمان، ولكن ما زالت الأصوات العالية تسمع. كذلك لاحظ المواطنون أن الطيران الحربي اليوم في شرق النيل كان قريبا جدا في مستويات منخفضة، وهذا ما لم يحدث في الأيام السابقة نتيجة لأن هنالك قوات الدعم السريع تقوم بعمليات إطلاق المضادات الأرضية مما يجعل الطيران الحربي يحلق في مستويات عالية جدا. اليوم المواطنون قالوا إن الطيران الحربي كان في مسافات منخفضة جدا، وبالتالي كانت عمليات القصف واسعة جدا على مواقع وتمركزات قوات الدعم السريع في صوبة والأزهري وكذلك في جياد الصناعية وفي الجديدة الثورة في هذه المنطقة بالتحديد. كذلك أعلنت القوات المسلحة أنها استعادت السيطرة الكاملة على إقليم النيل الأزرق، وهذه هي المنطقة الأساسية لنائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار الذي جاء إلى الخرطوم ضمن مجموعة من
الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاق سلام جوبا، وقوات مالك عقار ضمن القوات المسلحة هي القوات الوحيدة التي تم دمجها في القوات المسلحة السودانية، والآن تحارب جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة. وبالتالي ولاية النيل الأزرق وإن كانت يعني في الفترات السابقة تعرضت إلى عمليات هجومية من قبل قوات عبد العزيز الحلو، والتي تتمركز بشكل أساسي في ولاية جنوب كردفان وفي عاصمتها كادوغلي، تتمركز هذه القوات في جبال النوبة وتتحرك من الناحية الجنوبية إلى الناحية الشرقية لتهاجم ولاية النيل الأزرق التي أعلنت القوات المسلحة اليوم أنها استعادت السيطرة الكاملة. ولكن تبقى محاولات عبد العزيز الحلو في هذه المرحلة هي محاولات لتوسيع رقعة السيطرة العسكرية، خاصة في ظل انشغال الجيش بهذه المعركة مع القوات المسلحة. عبد العزيز الحلو يعني يتمدد، نعم 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 هنادي، يعني بالإشارة إلى أن مالك عقار بالأمس كان قد عقد مؤتمرا صحفيا، وفي حديثه أشار إلى أن الجميع لابد من أن يدعم القوات المسلحة، ودعا قائد قوات الدعم السريع وقيادات الدعم السريع إلى الاحتكام لصوت العقل، خاصة إذا تم النظر إلى الجرائم الواسعة جدا التي قام بارتكابها أفراد وجنود قوات الدعم السريع. هنادي، شكرا لمراسلنا أحمد ضو البيت من ود مدني.